سمعته اقف على جنب لو سمعته علشان ما حدش يحتاج. مش حضرتك خايف عليا؟ حضرتك خايف عليا؟ انا خايف عليكم. طيب حضرتك لما انت خايف عليا ليه سبتهم يضربونا ويجروا ورانا وضربتوا علينا جاز؟ خايفين علينا كده؟ هيبقى في تعاون ثاني دلوقتي؟ يعني ده تهديد يعني موتونا؟ انا مش فاهم. بس خليكوا واقفين، انا غلطان، انا غلطان، حقكم عليا. ماشي يعني انتوا بتحمون بعد اذن حضرتك؟ احنا يا فندم بعد اذن حضرتك. حاضر حضرتك. بتحمون ليه يعني يا امي؟ بتحمون ليه؟ هو انا بس جاي اقول لحضرتك سؤال عشان انا منك. يا سكوت المرشي.